وعندي رسالة تانية أقسم بالله العظيم بالحرف، وأنا عمري ما ألف سؤال، وأكره اللي يعمل كده، والإعلام اللي يعمل كده إعلام مضلل وفاسد. إعلام أهي شابة جوزها بيرجع آخر النهار معاه نص الله أعلم أو أقل أو أكتر كباب وكفتة، تلات عيال وهي واقفين كده، كوباية مية يا بيت اللي، ويجي فاتح النص وقاعد والريحة طالعة. لو عيل صغير قرب يقول بابا حتة بابا، امشي يا ابن شيل الواد من هنا، ويقعد يتعشى لوحده والتلاتة وامهم ينظرون. دي اخلاق مسلمين؟ دي اخلاق مسلمين اللي هي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكبالي لا يترك مصروفا حتى نعد له عشاء، جايب عشاء معاه وبيدينا كل يوم 20 جنيه، وهو مهندس كبير وبيكسب كتير، ودي حالك يا هوى مع السادة الازواج. ينفع الكلام ده؟ دي اخلاق مسلمين؟ اللي بعد الخيار مش مسلم، واللي يعمل المشهد ده ما عملوش ابو جهل على فكرة. انا فاكر حاولها لكم عشان اللي فيه والعياذ بالله عادة زي كده يمكن يتحسر على روحه. ابو البختري اسمه كده، ابو البختري ابن هشام شقيق ابو جهل اخوه، وكافر، وعلى فكرة مات كافر في بدر زي اخوه. يعني ابو جهل مات كافر مقتول يوم غزو بدر، وابو البختري اخوه مات برضو كافر.